للمساجد مكانة خاصة في رمضان، حيث تنطبع أيامه ولياليه بأجواء روحية من ابتهالات وأذكار. لكن الجائحة الفيروسية التي ضربت بقوتنا العالم دفعت السلطات الصحية والدينية إلى الإبقاء على إغلاق بيوت العبادات إلى حين زوال العلة وسقوطها والمتمثلة في المخاطر التي لا زالت قائمة للفيروس. رغم ميزة التحكم في تطورات الأزمة الصحية لفيروس كورونا بحسب السلطات الصحية المغربية، إلا أن هذه الأخيرة لا تستعجل رفع القيود والإجراءات الصارمة لحالة الطوارئ الصحية التي قد تستمر طيلة شهر رمضان، وذلك من أجل محاصرة انتشار الوباء. تقوم لجنة مراقبة الأسعار بحملات تفتيش واسعة ومستمرة لتسقيف الأسعار وضبط المخالفات ومنع الاحتكار والمضاربات، مع وضع أرقام هاتفية للتبليغ عن التجاوزات الممكنة. الحركة بسبب فيروس كورونا العام الحركة يعني ضعيفة جدا، إقبال ضعيف، حتى الناس التزموا بالحجر الصحي. تنحاولوا احنا عندنا الوفره في التمر، عندنا المنتوجات، عندنا كل شيء، عندنا الاستعدادات لشهر رمضان المبارك. ركود غير مسبوق هنا باسواق المدينه العتيقه في الرباط، حيث تغيب الاجواء الاعتياديه والاستعدادات لشهر رمضان مع تفشي فيروس كورونا. تراجع ملحوظ في حركه التسوق مع وفره العرض وقله الطلب بسبب تقيد حركه تنقل المواطنين. بالنسبه للاستعدادات رمضان ما بقاوش هذوك الاجواء اللي كانوا كما كانوا شحال هادي، بويسك مع هذا الوباء ديال كورونا ولات الناس ما بقاوش كيخرجوا بزاف، ولاو الصخره ما بقاوش كيخرجوا يتقضوا الصخره بزاف. ملي كانت شحال هادي نهضروا حنا بالنسبه للعام اللي فات، العام اللي فات كان الانسان تيخرج الا نسى شي حاجه ممكن يعاود يخرج. دابا بهذا الحكم هذا الوباء ولينا حنا كنخرجوا مره واحده، ما غاديش تعاود تقدر تخرج مره اخرى. فاطمه البكاري، الحره، الرباط.